يعلن المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه ان هيئه الرؤيه الشرعيه ستعقد جلستها بقاعه الاجتماعات بمبنى المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه مساء يوم غد الاربعاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان عام 1441 للهجره لتلقي الانباء والشهادات برؤيه هلال شهر رمضان المبارك من داخل البلاد او الاخبار من العالم الاسلامي بثبوت دخول الشهر الفضيل. ودعا المجلس في بيان من لديه شهاده تتعلق برؤيه الهلال الى الاتصال بهيئه الرؤيه الشرعيه للابلاغ عن ذلك مشكورا وماجورا